هنبدأ بالراجل اللي قاعد لوحده. متى احنا الدولار نزل؟ نزل كتير ولا قليل؟ هو نزل صح؟ متفقين؟ يعني كان وصل طيب لحد ال 75 كمل اوكي، وبعدين حصل شويه حاجات ايا كانت ايه هي، اتفقنا، فضل ينزل 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 ينزل، لمس 50.5، وبعدين بدا يطلع 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 يطلع، عامل له على الابلكيشن بتاع، تخيل ان نزلت الابلكيشن دي مجرمه. تخيل، طيب 58 14 قرش. ممكن تقولي لا بص يوسف، السعر في السوق بتاع الدولار مش كده، هيعمل له 60 62 ماشي، بس الاسعار ما بتنزلش ليه بقى؟ يعني قولي المعادله اللي ما بين، بما انك راجل بتستورد بقى او يعني ضالع في مساله الاستيراد، ايه السر ورا ان الدولار لو زاد النهارده الصبح الاقي الحاجه بتتسعر على الغالي بالليل بالكتير تاني يوم، لو الدولار قل يقول لك لا استنى بس شويه قدام هتسمع. خلصت؟ دوس. ازيك عم يوسف؟ ازيك عم مت؟ بص بقى القصه، هو زي ما انت قلت هو الدولار نزل فعلا. نزل امتى ونزل قد ايه وفي قد ايه؟ ده نزل كده وقعد كتير، قعد اسبوع. طب وطلع لحد المستوى اللي كان عليه؟ لا لا لسه، ولا هيطلع. وانت بتقول نزل ل 50، انا بقول لك نزل عن 50. 48 تمام. كام يوم؟ هو دلوقتي بكام؟ زي ما انت قلت على الابلكيشن. حلو، 58 14 قرش. السؤال بقى من 75 ل 58 يعني نزل قد ايه؟ طيب نتكلم نقطه تاني، التجار والمستورد نزل 17 جنيه، 17 من ال 75 يعملوا كام في المية؟ 15%، 17 أكتر. 22%، 20 5 30%. السعر بقى نزل كده؟ لا طبعا. ومش هينزل كده ليه؟ ليه اقول لك ليه؟ احنا كمستوردين وتجار، كمستوردين هنقسمهم اتنين برانش، مستورد الادوات المنتجات تمت الصنع اللي انا وانت بننزل، موبايل، كوبايه، موبيليا، فاينل برودكت. خلاص ده الله يعينه، ده واقف واخد على عينيه بقاله سنتين. ماشي. 14/2 من سنتين او سنتين وشويه كان القانون بتاع الاعتمادات المستنديه، فده يعني ده الله يعينه. خلاص متفقين. في عندك تاني المستورد بتاع المنتجات اللي ليها حق الاستيراد في نظير ان الدوله بتوفر له الاعتمادات والعمله بتاعته، اللي هي ايه؟ اكل، شرب، مواد خام، مستلزمات انتاج. بيخش مساء الخير انا عايز اعتمادي، بتفضل حضرتك بتجيب ايه؟ انا بجيب منتجات غذائيه وادويه. بيتعطل شويه بسيطه بس بتفتح له. لا استاذ بقى، انا معلش اسف، بتفتح له اعتماده. ما فيش اعتماد، ما فيش، بياخد وقت، ما فيش. طب تعال نكمل، تعال نكمل. بس كان انا سنه بستورد. جاي تمام، جاي لك يا دكتور، جاي لك. انا بقول للصبي ما فيش معايا استاذ يوسف. فانت دلوقتي عندك اتنين، عندك اتنين، المستورد اللي هو بيجيب الحاجات وعنده حصيله دولاريه ومسموح له ان هو يستورد، ده بيجيب عادي. المستوردين اللي هم يمثلوا لا يقل عن 70% من مستوردين مصر، في بلد بتستورد 70 80% وارداتها، 65% معايا. انت عندك ده، اي حاجه بتحصل في الدولار بتسمع في السوق. انسى. وحاجه تاني، المستوردين دي بيستوردوا بقالهم سنه وشويه. بكام؟ ب 40 وب 50 وب 45 وب 47 وب 60 وي 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 وي. هوبا نزل كام يوم يا استاذ يوسف؟ نزل اربع خمس ايام. احنا كمستوردين كنا ما بيسمعش، مشكلتي ما بيسمعش يا استاذ. طب ليه بيسمع لما بيعلى وما بيسمعش لما لا 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 بص، الكلمة دي ما ينفعش تتقال في الوقت ده، عشان احنا كمستوردين كنا مسمين ان ده بانيك ويك. يعني ايه بانيك ويك؟ اسبوع الذعر والهلع. هلع ليه؟ الناس مشترية ومسعرة. طب هننزل؟ طب نيجي نشتري من السوق الموازي؟ لا احنا ما بننفذش، انتوا بتسمعوا بس، بيشتروا بس ما بي... ليه دخلنا في الهسل ده في الفترة دي كلها؟ ان احنا مش عارفين نسعر وفي كده، وفي نفس الوقت وفي الاخر بنتهم ان احنا الاسعار ما بتنزلش. انا بقول لحضرتك الحل الوحيد عشان ينزل الاسعار ان انا اخش للبنك اخد دولاري، اخده بقى ب 30، اخده ب 40، اخده ب 50 من البنك. المهم ما تخلينيش اروح تحت البنك رحمة. الاقي ما تخلينيش تحت رحمه السوق الموازي عشان ايه؟ يبيع ويشتري فيا، وانا النهارده الحق ده هيوصل 70، الحق ده هيوصل 60. احنا دي لوحديها في سعرين سوق صرف في الاسواق، تنسى ان يحصل فيه ثبات في الاسعار.